وللمزيد من المتابعة حول فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ الإدارة والاستثمار وعميد تجارة الزقازيق سابقا. دكتور، مؤتمر اقتصادي خريطة طريق للمستقبل ليكون الاقتصاد المصري أكثر مرونة، كيف ترى هذا المؤتمر وتوقيت انعقاده؟ تحيات لسيادتك فندم والسادة المشاهدين. الحقيقة في هذا المؤتمر جاء في توقيت في غاية الأهمية نظرا لما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات كبيرة وأزمات دولية كبيرة، ويشهده الاقتصاد المصري من تغييرات كبيرة وبناء اقتصاد تنافسي. الدولة المصرية بنت اقتصاد من 2016، بنت بنية تحتية وعملت مشروعات قومية كبيرة ومشروعات صناعية وتوطين صناعي وغير ذلك، وجاءت أزمة عالمية كبيرة اجتاحت العالم كله، أضعفت من القوة الشرائية للعملة الوطنية في معظم دول العالم، ارتفعت الأسعار، زاد التضخم، اللوجستيات تأثرت. في هذه الحالة ارتأى رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يأتي مؤتمرا يضم كافة خبراء الدول المصريين وكافة علمائها، وتتآلف الرؤى حول بناء خارطة للطريق، خارطة الطريق للاقتصاد الوطني في ضوء التحديات، آخذة في الاعتبار الإنجازات التي تمت على الأرض والتي استطاعت الدولة المصرية أن تقوم بها خلال السنوات الماضية، وأيضا الرؤية المستقبلية في ضوء التحديات العالمية المفروضة والموجودة. ولهذا كان محاور المؤتمر عدة محاور حقيقة، مناقشة السياسات الكلية، كيف نتعامل مع التضخم، كيف نتعامل مع ارتفاع الأسعار، كيف نتعامل مع اللوجستيات، كيف نتعامل مع الأزمة العالمية والإفلاس في الشركات الدولية العالمية، كيف يمكن جذب التوطين الصناعي وجذب الصناعات الدولية، كيف يمكن أن نستفيد من الأزمة الحالية في جذب بعض الصناعات التي يمكن أن تهرب أو الأموال التي يمكن أن تهرب من دول أخرى، وكيف نعطي بيئة مناسبة للاستثمار الأجنبي وتحتضنه الدولة المصرية حتى يأتي. من ناحية أخرى هناك قضية ثانية في الاقتصاد المصري، وهو كيف يمكن أن نمكن الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص الوطني من مشاركة في التنمية بشكل جيد مع رسم مسارات اقتصادية ومسارات انتاجية للاستفادة، حتى يمكن دعم القدرة المؤسساتية. الحاجة الثالثة دعم القدرة المؤسساتية للاقتصاد الوطني حتى يمكن أن تكون مؤسسات الدولة الاقتصادية والانتاجية قادرة على المنافسة. هذا يؤكد أن رؤية الدولة المصرية في خلق اقتصاد قيمة مضافة، خلق اقتصاد تنافسي، لابد من الاستفادة من كافة الخبراء والاستفادة من المعطيات. دكتور محمد، يعني عندما نتحدث عن مثل هذه الفعالية وهذا الحجم الكبير للإعداد لها، إذا نحن بصدد تفاعل ما بين صناع قرار، ما بين خبراء اقتصاديين وأيضا نافذين لتنفيذ هذه السياسات التي سنصل إليها بعد العديد من الجلسات والمناقشات بالطبع. برأيك يعني كيف يكون هناك الجدوى المطلوبة وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر باستراتيجية عامة تترجم إلى سياسات وخرائط مصغرة لتنفيذ هذه الاستراتيجية؟ الحقيقة الاقتصاد المصري به فرص، به معطيات قوية وأمامه فرص كبيرة، وبالتالي في هذه الحالة الاستراتيجية الأولى هو كيف يمكن أن نسوق الفرص الاستثمارية الموجودة في الاقتصاد الوطني أو الفرص الاقتصادية الموجودة في الاقتصاد الوطني أمام المستثمر الأجنبي. يعني أول استراتيجية هو كيف نجذب المستثمر الأجنبي لكي يكون شريكا معنا في التنمية، باعتبار أن المستثمر الأجنبي النهاردة من خلال شركات توطين الصناعة أو الشركات العالمية. الأمر الثاني وهو كيف استراتيجية إن إحنا كيف ندعم الاقتصاد الوطني من خلال الخبرات الموجودة ودعم القطاع الخاص الذي ثبت نجاحه في كثير من المجالات. وهنا يجب أن ننوه على أن رسم دور للقطاع الخاص كاستراتيجية في هذه الحالة هو أمر في غاية الأهمية، لذلك يجب أن يكون هناك في هذا المؤتمر
يخرج بمجالات استثمارية للقطاع الخاص بما مشاركة مع الدولة. الأمر الثالث والأهم من ذلك وهو أن الدولة بها قطاعات إنتاجية كبيرة من المملوكة للدولة، هو كيف يمكن أن نستثمر هذه الاستثمارات الموجودة، وكيف نستثمر القطاع العام والقطاع الأعمال العام وما يتوفر به من موارد، وكيف يمكن أن نعيده مرة أخرى للإنتاج من خلال التحديث. أمر رابع وهو ضرورة تطوير نظم الإدارة حتى يمكن أن تكون تنافسية، لأن الاقتصاد الوطني أكثر ما يعاني من نقص الموارد هو عدم كفاءة الإدارة، أو أن الإدارة ليست على المستوى المطلوب، وهنا يجب تحديث التكنولوجيا ويجب تحديث نظم الإدارة. أعتقد أن المؤتمر سيكون جاء في وقت مناسب، وسيضع خارطة الطريق يمكن أن تأخذ الاقتصاد الوطني من هذه النقطة إلى آفاق العالمية إن شاء الله. نعم، إذا هي طاولة مفتوحة للكثير من الآراء والاقتراحات، وأيضا على أسس علمية في هذا المؤتمر الاقتصادي. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ الإدارة والاستثمار وعميد تجارة الزقازيق سابقا.